طيب، اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في هاي الحلقه جديده. طيب هاي الحلقه يا اخوان للي إلهم على العثماني. بس انا ماليش على العثماني، فراح اصور. تمام، فاصور يعني هيك حوالي، هيك حوالي المنطقه، ماشي. وسؤال وجواب يعني انا بدي اليوم انتوا اللي تحكوا لنا ايش الاشارات هاي، او على ايش بتدل، او شو الوضع تبعها. تمام، الفيديو سريع ان شاء الله سنخلصه، ماشي. راح نبلش. طبعا انا وانا ماشي هيك استرعاني بس هذا، طبعا انا ما بعرف الاشارات هاي صراحة يعني. تمام، ما ليش عليها. واللي شو اسمه هاي اللي بيحكي عن حاله هيك بكون ايش صادق، وما بعرفش المادح نفسه كذاب ولا اصول شو. من قال لا اعلم فقد ايش؟ فقد افتى. فانا لا اعلم. تمام، الان عندي هاي الاشارة يا اخوان، هاي الهلال وهي النجمة، وهي كانت الإشارة اللي وقفتني أصلا. تمام، هاي الهلال هون وهي النجمة تبعته، أو إنها مش نجمة. تمام، هسا راح ناخذ التوجيه تبعه كمان. أنا ما بعرف يا أخوان، أنا بصور لكم عشان أنتوا تحكوا لي إيش الوضع. طبعا هاي الصخرة اللي عليها الهلال والنجمة هي هون. تمام، هاي اللي جنبها، الصفاء اللي جنبها، شوفوا. طيب هاي كمان هلال وهي نجمة. تمام، وعندي هذا والله العليم ايش هو، لا اعلم. تمام، هاي المشكلة، الدقة في الاشارات العثمانية بتكون دقيقة، مش زي الاشارات يعني الرومانية واليهودية والامور هاي، هذيك بتكون مش دقيقة يعني، بتقدر اي واحد يقدر يحللها. تمام، لكن هون ما في زي هيك، ما بتعرفش هذا ليش عاملينه، هذا بنفك عاملينه ولا ايش هو. تمام، انا مش عارف. هيو هاي طبعا الحجم تبعه، هيو حجم هاي، حجم الهلال هنا لا يتجاوز تقريبا قديش هذا فيه؟ 3 سم 3 ونص، يعني لا يتجاوز 3 ونص. عنده هاي جنبه الإشارة وهاي جنبه. تمام، في كمان هلال، وين راح؟ كمان واحد أنا شفته، 3 أنا شفته، هو هذا شفته، وهذا ثناني، أو ممكن إنه هذا هلال وهاي نجمة جنبه، لكن هذا هلال ونجمة. أنا ما بعرف يا أخوان، بجوز ما يطلعوش هلال ونجمة صراحة، ماشي. لكن انا على العثماني ماليش شغل يعني، بحبش اشتغل فيه اصلا، وما حطيتوش في بالي كله، ماشي. اذا عندنا هاي وعندنا هاي، هسه راح نتجول. هسه هيك رايحه بالاتجاه هذا، بدي اروح بالاتجاه هذا اشوف. هي نفس الاتجاه هاي، نفس العمليه هاي، شايفينها من بعيد كيف بين اوضح. تمام، وهاي من بعيد بين اوضح، فالاتجاه هذا هو. فالخبره اللي موجودين يحكونا انه انا على ايش رايح، او على سلافة رايح، ولا على ايش رايح. طبعا هنا معدن انا فحصت، تمام، ما عنديش معدن، هذا ممكن يكون ران يعني. ها من طلع الشجرة، من طلع في نص امه، ممكن رانها، بس العثمانيين ما كانوا يعملوا رانها عشان الواحد يحكي الصح. هاي البصمة تبعها، شوفوها هالقص، يعني العثمانيين ما عملوش الران. طيب ناخذ ان شاء الله نطلع لنا حية. بس انا ماشي طبعا حسب الاشارة، ما هي موديتنا هذيك النجم والهلال، انا ما بعرف والله شو فيه هون. يعني طلع لنا ران كويس، اشي كويس. شو هذا الريحان اللي موجود؟ ايش هم؟ دقيقة والله يا اخوان، ايش هم؟ شوف الاحجار كيف شكلها. دقيقة، خليكم معنا يا اخوان، خليكم معنا، خلينا نشلح الشنطة ونطول ال، طلع لنا العدة، طلع شكلنا مش راح نروح اليوم على الفطور، يا اخوان. شو هذا يا شو؟ يلا بدي سيخ واحد، أول نفك، أعطيني نفك. هاي خلينا نشوف، إيش هذا؟ مشكلة الحجار، نوعية الحجار، المشكلة خايف بس أمد إيدي على إشي يطلع فيه حي، هذا اللي أنا خايف، صراحة. موجودة صح؟ هاي هون هون هون. دقيقة.
شايفين يا اخوان السيفتي ايش ايش فايدته؟ هاي فايدته، هاي الاشي طلعوا، صرت بطلت اخاف، طلعوها حطيت ايدي. بس شو الاشي اللي طلع معانا هون؟ هات خلينا نشوف شو الخبيئة اللي محطوطة هون ومحطوط عليها هاي. يا الله في موس، في موس. ايوه شايفين هاي السكينة يا اخوان نستعملها لا اشي صح. افتح افتح تحت الفاين. ايوه افتح يا عمي، هاي انا بشيل لك هاي وانت ضبطها من ورا. ايوه يا عمي شوف طلعنا حية من هون، من هون هاي القلب. خلينا نشوف شو هي هاي. شال الموس هذا، هو كانوا يبردوا الموس، كانوا يبردوها في الحجر يا اخوان. ترى ايش هذا بنط مطان. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. شو اللي عندنا هون يا اخوان؟ ماشي، شو هو الاشي هذا اللي اكتشفناه هون اللي احنا مش عارفين؟ صدفة والله، والله لا نعلم انه في اشي هون. دقيقة يا اخوان، شو هاي؟ طلعكم انه شو هاي يا اخوان عشان نفهم شو هاي. سلحفاة يعني محطوطة جوا. متحرك متحرك كله متحرك. ايوه اي عقرب. اه هذا مش عقرب، زين مش عقرب، عقرب زي فرخ ولا فرخ حتى، هذا مش فرخ هذا ولا شيء. كله متحرك، كله كله متحرك. هي دقيقة طلع الحجر كيف جاي يا اخوان، حتى نوعية الحجر تختلف عن المنطقة. دقيقة تمام، هسه هسه بقول لك هاي الحجر الثاني. في شطة هون او شو سموها انتم؟ ايش؟ عم حطيت الحجر ما في جرن، جرن مغارة. دقيقة اعتني بنفك شوي شوي، استنى امسك امسك اسمع عشان تخلي التصوير. كنا احنا مروحين والله يا اخوان بس خربت الامور وضلينا. خليك هيك زي ما انت هيك ماسك، ما تمسكش غير هيك تمام، اتبهدلنا روح الفيديو. ايش شكوش عندنا؟ ايش مش جايب شكوش؟ هذا متحرك، هذا اطلع، هذا متحرك. ها ابعد شوي بس لو تعطي شيء. ايوه كله قص عدي يا اخوان، كله قص عدي. هاي استاهل لايك. ها بنقول لكم الفيديوهات وبنصور الفيديوهات عشانكم عشان تستفيدوا تمام. شوفوا شو بيطلع معانا لسه. هي هون في تمام، هي كلها هيك. هاي طمم، طمم يعني واحد حاط طمم. بس هاي هاي من وين جايبها هذول؟ من وين جايبهن؟ جايينهن اصفر يعني هن ولا هيك؟ يجي لونهن اصفر يعني، حتى اللي جوا هي الحجر اللي جوا جاي لونه اصفر يا اخوان، لكن كله راكب على بعضه. ايوه تمام، كله راكب على بعضه. راحت على ابراهيم، راحت على يسار. هاي شايفين الحجر قديش كبير يا اخوان؟ ادخل نفتحه، نفتحه معك وقت؟ هسه صار معك وقت. بدناش نفطر، بس لو جبنا معنا مي. ليه؟ عشان بس يأذن المغرب نشرب. بيأذن ما دكان وتوقف كله فاتح. شايفين يا اخوان؟ لسه نحكي بالطمن. المشكلة هاي طلعنا حية ورانا هسه، حية تجينا على غدر. هات بده يكون هذا التسكير، يكون هذا التسكيرة لإشي هون، لإشي جوا تمام؟ يعني ما نحطك هاي هيك، هاي طينة حكمة يعني، هاي اللي هون قرب عليها أنت، هاي طينة حكمة شايفها؟ هاي كلها طينة حكمة، تركيب هيا
بس ما انحطت غير لأنه في إشي وراها والله العليم. تمام يعني مش عارف. هاي نحاول فيها محاولة. طبعا طلع السيال كيف جاي هون، سيال بسيط هيو. تمام حاول شوف لسه بطلع منها، بطلع منها صخر. مش زي القنوات الثانية يا اخوان، احنا عندنا طينة، عندنا تراب، تراب زراعي هيو شايفينه، هذا تراب زراعي مش صحراء. هيك كانوا الرومان عندنا يسكنوا في المناطق، عندنا كانوا يسكنوا بهاي الطريقة. شوف هذا حجر كبير، والله لسه في حجار راكبة كمان. كملها انت الدكتور. طبعا يا اخوان احنا كنا في اشارة وجينا على اشارة ثانية، بس خلينا نضبها تمام عشان ما تبين ضروري. هاي راح نرجع لها ان شاء الله، نرجع لها ونشوف وضعها شو هو. خلينا نضبها، حفظت مكانها وين؟ خلاص تمام هيك ما بتبين. خلاص هيك مش مبينة صح؟ لا هيك عادية. هيك ما بتبين يا اخوان، عشان نرجع لها بعدين. خلينا نكمل هذا التصوير نشوف شو بده يصير معانا. شفتوا انتم كيف؟ يعني احنا جايين لشغله وخشينا في شغله ثانيه يا اخوان. هاي مبين زي الكرسي، الكرسي، لكن هذا كله، هذا اللي هو شرط المغاره مع السيال نزولا من هون. لكن تسكيره غريبه ابو جلال، تسكيره غريبه يعني. يعني انا اول مره بشوف زيها صراحه. انا ليش استغربت؟ انا اول مره بشوف زي هاي. طلع طلع كيف حلو. طيب خلينا نشوف فيها معدن. شو رايكم نشوف فيها، شو رايكم نشوف فيها معدن؟ بلكي فيها معدن. نمسك بس وقت ساسك هون في المنطقه. ايوه خلينا نتاكد يا اخوان اذا فيها معدن او ما فيها معدن. بلكي على الله ممكن يكون معدن بسيط، لكن مضبوطة مليون بالمية يعني ما فيش عليها كلام. تمام الأسياخ ما راح أصفر الأسياخ في الأرض لأنه أنا قبل شوي كنت شغال فيهم يعني، وإحنا لسه في نفس الموقع، ما تغيرش الموقع يعني. تمام خلينا نشوف إذا فيها معدن أو لا، وإن شاء الله إنه يكون فيها. طبعا هي هناك، راح أروح بالاتجاه هذا، هي هناك راح أروح بالاتجاه الثاني ماشي، مظبوطش أروح بنفس الاتجاه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ممكن يعني في توجيه معدن عندي، لكن هسه راح اخذه برجع. بس ثواني بدي اطلع انا هي، بطلع عليه هيك اللي بده يطير عليه بعض الذبان هون. طيب راح امشي مع توجيه المعدن اللي اعطاني كاول مره. تمام هاي عندي توجيه بسيط اخوان. هاي في كمان هنا، هاي نجمه، هاي نجمه، هاي هلال. شفتها؟ هاي الهلال وهاي نجمه، الله العالم انها تابعه لنفس الاشاره. شوف الله، هاي يا اخوان شايفينها؟ هاي الهلال، هذا الهلال وهاي النجمه. تمام الله اعلم تكون تابعه لنفس الاشاره او لا. خليني والله اشوف هاي، بس انا هاي مهمه. خليني اشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه راح اخذها بطريقتي انا يا اخوان، طريقه الشرح رجعت لي، قلتوا لي طريقه الشرح، هسه راح اخذها بطريقتي انا عشان سريع سريع بنروح نفطر. يلا طبعا هي هون هي، لكن راح اشتغل عليها بطريقتي انا. تمام Thank you.
طريقة البحث يا اخوان عشان يبين معنا البحث الصح. هذه كانت تذكرة. بسم الله. طبعا بكون انا جنب الاشارة، ببعدش عن الاشارة تمام، لكن باخذ اي معدن اي هالة معدن بمسك فيها وبظني ماسك فيها تمام. الهالة اللي اعطتني هنا مرتين او ثلاث، اعطتني في المنطقة هاي، ممكن هذا المدخل، ممكن هذا المدخل يا اخوان يودينا لهاي تمام. شوف الكاميرا، يعني هاي اللي احنا شفناها هون ممكن تكون مدخل، لكن مدخل مهم شكله، يعني الشغل المشغول عليه مهم جدا. يا الله لو معي عده بدي اجيب عده، والله غير اجيب عده. بس يا اخوان الشنطه شوف لها تسع، احنا رحالة بنروح من هون من هون من هون. خلينا والله نشوف هون. اخ اخ شوفي دقيقة اخوان، فكرت وراني نفس المنطقة هاي فيها معدن. هيو هون ابو حمزة محل ما لها الشرط، قلت لك ثلاث مرات على الشرط معي تمام. تعال هيا هون، بس وين احنا؟ الصخرة، هاي الصخرة تحت، هاي تحت، هاي يعني هاي الصخرة هون، بس ده بالارض المعدن تحت بالارض. بدك تخش من هون خلاص ما بين عندك مدخل، بس ضبضبوا هيك عشان ما تجي لعب في امه. طبعا احنا بنحكي عن معدن يا اخوان، عن معدن الذهب، احنا ما بنيجي بنحكي عن شو في جوا المغارة صراحة. يعني ممكن يكون في شغلات قطع ثانية انا ما بعرف عنها، يعني فخار، بلاستيك، نحاس، ألمنيوم، كل شيء قديم للبيع، ممكن يكون اي شيء موجود تمام، لكن الله اعلم. حلو، لكن صدف بتصير. بس لو معنا عده هسه كان فتحناها، بس والله ما معي عده يا اخوان. احنا يا دوب مسكنا وين الاشاره راحت هي، هيا يا دوب مسكنا في هاي الاشاره وقلنا نجم وهلال تمام، نروح باتجاهها اللي هي اول وحده هاي وهاي الثانيه تمام، وقلنا نروح بالاتجاه، لكن الحمد لله رب العالمين تمام. يعني ودتنا على شغلي اهم، ماشي، بهمنيش اليوم العثماني، انا ما بدور عثماني يا اخوان، انا يعني مشغلي كله صار لي 25 سنة عمري ما دورت على عثماني تمام، عمري في حياتي ما دورت على عثماني تمام. هاي نظفها ابراهيم، كنه ما شفناهاش المرة مرات، شايفين كيف؟ ها كمان برجيكم اشارات برضو موجودة على الصخرة، ما لهاش تفسير عندي صراحة تمام. بعد ما ننظفها، بعد ما ماشي عليها ثلاث اربع مرات نظفت، وضحت يا اخوان. يعني الحمد لله، ان شاء الله انكم بتستفيدوا معانا، يعني ان شاء الله انكم بتوصلوا لنتيجة معانا، وان شاء الله الامور طيبة. خلينا نطلع نفطر احسن لنا تمام، نوصل ما بنوصل البيت غير احنا مأذن علينا. شكرا لكل المتابعة يا اخوان، واهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم جزيلا. طبعا اللي ما حطش لايك يحط لايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس. شكرا للجميع.